طبعا هي دي مصر، وده اللي مصر بتقدمه الحقيقة طول الوقت. لو شفتوا حضراتكم المساعدات وهي بتنزل عن طريق الجو طبعا في البحر، وشفتوا بس حتى الأطفال والفرحة اللي موجودة في قلوبهم وهم بينزلوا حتى لغاية المية، يعني مش في انتظار لمجرد أن المساعدات جت. وهي دي مصر، يعني بتحاول توصل كل الدعم والمساعدات بكل الطرق، برا عن طريق المعبر أو جوا عن طريق طبعا قواتنا الجوية. خلينا نتكلم أكتر عن الخبر ده، ونرجع نقول لحضراتكم أن دي كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يستمر الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. وطبعا زي ما حضراتكم شفتم في التقرير، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي ليلا، طبعا بعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية، وذلك للتخفيف عن الأزمة الإنسانية اللي احنا كلنا متابعينها الحادة جدا اللي بيعاني منها المواطنين الفلسطينيين في شمال غزة. تضمنت المساعدات الحقيقة كميات كبيرة جدا من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة اللي تم إسقاطها جوا بمناطق متفرقة من في شمال القطاع، واللي كمان الحقيقة بتفتقر كثيرا إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية اللي بنتابعها. مصر بتحاول توصل بكل الطرق، وبتحاول الحقيقة أنها تكون مع كل مواطن فلسطيني موجود وبيعاني، أنها تحاول توصل له أي مساعدات. خلينا نطلع على مزيد من التفاصيل المختلفة وأيضا التعليق الكاتب الصحفي زميلنا اسلام عفيفي. مساء الخير يا استاذ اسلام. اهلا وسهلا يا استاذ شفقي، وبالساده المشاهدين كمان اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه يعني انا ناس كتير بتتساءل، طب يعني مصر كانت بتوصل الشاحنات عن طريق المعبر، كمان كلمنا ايضا عن هذا الاسقاط طبعا بالطريقه الجويه والمساعدات كي تصل الى كل مواطنينا اللي موجودين في قطاع غزه، خاصه من هم في الشمال. بالضبط كده زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، لماذا لجأت مصر إلى الإنزال الجوي وإلى هذا الجسر الجوي بتعليمات من السيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولتوفير الاحتياجات الضرورية والمواد الإغاثية والمواد الطبية الضرورية اللازمة لأهالي غزة، خاصة في شمال القطاع الذي يعاني من حصار ومن تجويع ومن يعني كارثة إنسانية غير مسبوقة على الإطلاق. بعد الحقيقة أن مصر لجأت إلى هذا الإجراء بعد ما سلطات الاحتلال يعني قامت يعني في حالة تعنت شديد جدا في إعاقة وصول المساعدات خاصة إلى الشمال والدخول القطاع أصلا وخاصة إلى الشمال. خلينا نقول أن التفتيش يستغرق ساعات طويلة، صحيح، ربما أيام من جانب سلطات الاحتلال، وأحيانا يتم يعني رجوع بعض الشاحنات لاعتراضات يعني الاسباب وهي شديده يعني لمبررات ضعيفه جدا جدا جدا، وبالتالي مصر تبحث عن مخرج وتبحث عن طرق مختلفه، صحيح، لاختصار الزمن، لان الحقيقه ان في اطفال بداوا يموتوا من الجوع ومن الحصار. هذا الحصار وهذا التجويع يودي بحياه اطفال ويودي بحياه كبار السن والسيدات ايضا، وبالتالي مصر تريد الاسراع بكل الطرق صحيح بشتى الطرق لايصال المساعدات الى اهالينا في القطاع. هذا اولا. ثانيا، مصر بهذا الاجراء يعني تشجع دول اخرى كثيره، صحيح، يعني دول حلفاء ودول عربيه، الامارات، الاردن طبعا، حتى يعني فرنسا ودول اخرى ايضا، حتى الولايات المتحده الامريكيه. يعني ما جرى في من مصر من انزال جوي، هناك اقتراحات اخرى بان يكون هناك سفن حربيه امريكيه تصل بالمساعدات مباشره عن طريق البحر الى القطاع، بعيدا عن تعنت سلطات الاحتلال وتفتيش المساعدات والشاحنات. يعني بس خليني اقف هنا مع حضرتك. هذه السفن الامريكيه، يعني الحقيقه مصر بتدخل المساعدات منذ اليوم الاول، كلنا نذكر حتى مع بداية الحرب في 7 أكتوبر والشاحنات المصرية بعدها يمكن بثلاث أيام أو أقل يمكن كانت موجودة على معبر رفح. لكن يعني أنه المساعدات الأمريكية تفكر بعد كل هذه الشهور أنها تقدم هذه المساعدة، مش متأخرة شوية؟ لا، هي متأخرة كتير، بس هقول لحضرتك يعني أسباب منطقية. هم ليه بيقدموا هذا النوع من المساعدات الآن؟
خلي بال حضرتك استاذ شفكي، واحنا متابعين لما يجري في الولايات المتحده الامريكيه من ضغوط شعبيه جارفه جدا على اداره بايدن. اولا الجندي او الطيار اللي احرق نفسه او اشعل النار في نفسه صحيح، وتوفي احتجاجا على ما يجري في غزه من عدوان اسرائيلي، وان الولايات المتحده لا تستطيع ان تضغط او لا ترغب في ان تضغط على سلطات الاحتلال، وان الامريكيين سواء كان على مستوى الاعلام او على مستوى حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه صحيح يعني اللي بينتمي اليه بايدن، هناك احتجاجات واسعه، احتجاجات كثيره، حزب الديمقراطي، حزب العمال، يعني الحقيقه احزاب كثيره جدا يعني بتحتج على ما يحدث من السياسه الامريكيه. صحيح، يعني احد يعني سيناتور امريكي منذ ساعات قليله قال ان ما يحدث هو كارثه انسانيه بكل المقاييس، وامريكا متواطئه والبيت الابيض متواطئ، هو يدين الرئيس بايدن ويدين الموقف الامريكي بشكل واضح. وده نتيجه الحقيقه ان دي حمله دبلوماسيه مصريه مكثفه منذ بدايه العدوان زي ما حضرتك تفضلت وقلتي، ومصر تسعى بكل الطرق للتواصل مع الشركاء الاقليميين والاصدقاء والشركاء الدوليين لتاكيد السرديه المصريه من ان هذا عدوان، وعدوان ضد احتلال اطول احتلال شهد التاريخ على مدار يعني على يعني اطول احتلال شهدته البشريه، لا واطول يعني احتلال، وهي البلد الوحيده المحتله الان في العالم كله، يعني البلد الوحيده المحتله حتى اللحظه، وتحاكم سلطه هذه البلد الان امام محكمه العدل الدوليه والمرافعه المصريه بالادانه وللمواقف وللفصل العنصري وللاضطهاد يعني تهجير المواطنين من بيوتهم وهدم البيوت والاستيلاء على الاراضي. يكفي ان احنا نقول ان 700 الف مستوطن في الضفه الغربيه بالاستيلاء على الاراضي بغير وجه حق على الاطلاق. صحيح، يعني هذه مؤامره على القضيه، محاوله تصفيه القضيه، ومصر تقف بثبات شديد جدا. الدبلوماسيه الرئاسيه تعمل على مدار الساعه والايام الماضيه بشكل كبير جدا مع الاصدقاء والشركاء وكل زعماء العالم والقاده، والتواصل المستمر ما بين مصر وبين الولايات المتحده الامريكيه والشركاء في قطر للوصول الى اطلاق وقف اطلاق نار وهدنه طويله المدى والافراج عن المحتجزين من الجانبين وادخال المساعدات بشكل سريع وعاجل ومستدام. وهذا ما تتحدث مصر عنه منذ حدوث العدوان، وهذا يكذب ويفضح كل الاكاذيب التي ادعتها سلطه الاحتلال ضد مصر فيما يتعلق بالمساعدات من قبل. نتمنى الخير، ونتمنى فعلا وقف اطلاق النار وهدنه، ونتمنى ان ندخل الشهر الكريم واهالينا في امن بعض الشيء. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اسلام عفيفي.